للاسف شفت السنابات اللي قبل شوي، هذا اللي قبل شوي تكلمت لكم عنه، نفس الحركه انك تروح تشتري سماعه تشوف اوه سعرها رخيص، لقطه يقول لك ويشتريها. انت تطيح في ذلك الشيء، الحين انت دفعت فلوس لحق سماعه ما تدري ايش اللي فيها. اول حاجه الشركه ما بينت نفسها، ما تفتخر. يعني بالنسبه لي انا لو تروح تشتري سماعه انكر ولا اي سماعه، وسماعه اردب يعني انكر كويسه وعلى علامه يعني معروفه، والشركه تفتخر بعلامتها. لكن لو اني ارخص من ابل بتكون افضل من السماعه اللي شريتها حين انت وطلعت مش اصليه، لان هذه السماعه ده الشخص اللي سواها والشركه اللي سوتها سرقت كل شيء ولا حطتك. يقول لك يعني ما يحتاج، لان السماعات ترى في الشركات العالميه والسماعات اللي عليها سجل تجاري، لان هذه السماعه يعني لا تتوقع ان فيها سجل تجاري ولا في شيء، لها السماعه يعني جالسين في اماكن مشبوهه عشان يصنعون ذا الشيء، او انه في اماكن المهم انه الحكومات ما ينطبق عليها الشروط. سماعات تجيك انا سماعه ابل، تجيك شركه او اي الحكومه تقول لك اوكي سماعه ابل مشي، معروفه ومعروف التردد حقها وكل شيء. ف هذه مجتمع تبل، فيمكن تأثر على سمعك وكل شيء، إن الشخص اللي سوى السماعة يقول لك ما يحتاج نحطها لحق معايير الطب وهالأشياء، خلاص مشيها هي تمشي على اسم أبل. في شركات يعني أبل كبيرة، في شركات صغيرة ماتت مع أنها جودتها كويسة. أي شركة طاحت بسبب الشركات اللي يسوون نفس الحركة دي، يأخذون اسمها ويخربون الجودة حقتها على أن اسم الشركة دي. ف عليك انت شو تسوي، اللي تقدر عليه انت شو تسوي، بس انك لجيت تشتري شيء لا تروح الدورة في محلات مشبوهة. محلات مشبوهة يعني محلات انت ما تدري المحل هذا فاتح، هو المحل نفسه مش معروف. قبل ما تشتري ساعة ابل او سماعة ابل او اي منتج من اي شركة، بعض الشركات قبل ما يسوون لك في نفس المنتج حقهم يحطون لك ورقة حق ضمانة ورقة حق السيريال نمبر حق الجهاز حقك، تاخذه وتحطه في الموقع حقهم وتطلع. لكن الصين برضو يمكن صعب اقول من 100,000 يضبط واحد وهو مش اصلي وجر رقم نفسه السيريال نمبر. ف لجيت تشتري اي شيء، اشتر من مكان معتمد، اشتر من مكان انت تدري ان هذا المكان صح غالي يمكن اغلى، لكن انت على الاقل ما تفكر فيها هذا اصلي يمكن مش اصلي، يمكن تشتريها والايام تمشي معك وانت قاعد تستخدم والى الان انت تفكر يمكن مش اصلي، خلد على جنب. اذا هذا المنتج ما تقدر عليه روح حق شركه تعترف بنفسها كشركه واشترها، ما تروح حق شركه نفس شركه شكل ابل اخذها كويس، مش معترف بنفسها ذي الشركه. يعني تخيل انت تروح حق شركه بتاخذ يعني تصنع لك الشيء وتاخذ اسم الشركه الثانيه، فبتطيح الشركه الثانيه لو الشركه صغيره، وتدري ان خلاص ضمن نفسك من البدايه على طول اول احتمال هذا الشيء راح يضرك انت، يضرك جسمانيا يعني جسديا جسمانيا. المهم ليش؟ لانه ما علي اي حقوق ذا الشيء، مسروقه كل شيء مسروق منه. فاذا الاشخاص اللي صنعوا هذا سرقوا تعب شركه وبراند شركه، فلا تتوقع انه راح ينبهم ضميرهم اذا صار فيك شيء. اوكي انزل شيء وروح حق شركه معروفه عليها اسم براند واشترها القطع حقتها. فالحلو الان برضو في الايو 16 ابل كشفت هذه الاشياء، ان في الايو 16 الان خلاص وانت قاعد تستخدم الايو 16 كل السماعات اللي عندك كل شيء لجيت تفتحهم وتستخدمهم في الايفونات اللي على الايفون على الايو 16 راح يقول لك اذا كانت القطعه هذه او السماعه هذه اللي شبكت عليها مش من ابل راح يجيك ترى هذه القطعه مش من ابل. ف ترى قبل 6 شهور او اقل من 6 شهور انكشف شخص هنا، حتى أبل مشت عليه هذا الشيء، صيني هنا في أمريكا. شوف يا خل أقول لكم ذا، أنا مش في شغلي يعني مش في الدوام حقي، لأن في أشياء إحنا موقعين عليهم ما نقدر نتكلم عنه في الدوام. لكن هذا الشخص انكشف إنه يجيب أجهزة آيفون مش أصلية وكأنها أصلية، يعني مع سيريال نمبر وكل شيء يجيبونها، يعني يعرفون كيف يجيبونها عاد الصين معروفة، ويدخلها ويسوي لها إعادة يعني إرجاع حق أبل ويأخذ فلوس. شوف كم خسر أبل على هذه الحركة، انسجن في النهاية صيني. فأنا ما دم في الصين، لكن
لو احنا للان جالسين على الصين كان للان قاعد نستخدم اخر جوال صناعه الصين ما في يعني. والابتكار شنو؟ بطاريه اكبر، كاميرا اقوى، بطاريه اكبر، كاميرا اقوى، الوان جديده. هذه الاشياء اللي تقدر تسويها. طلعت شركه مثلا من كوريا ولا شيء سوت جهاز ينفط ما ادري ينفطل، قامت سوت هذه الصين ينفتح من فوق يمين يسار. ابتكارات هناك، هناك ابتكار انك تسرق، استسرق بالشيء. في فرق انك تسرق وتسوي جودتك وتحط عليه وتعدل عليه، في فرق انك تاخذه بالضبط هو نفسه وتاخذ حتى العلامه. هذا الشيء الصيني اللي صيني يعني. ف ما ادم الصين نفسها، لكن في ناس يشتغلون ويفكرون خارج الصندوق يقول لك، وفي بعض ناس اصلا ما عندهم صندوق عشان يفكرون فيه. يقومون يبقون الجهاز نفسه هناك ويسوون لك أرض الأنواع وأرض الجودة ويبعونها لك. فانتبه، لجي تشتري من أي مكان، لجي تودي جهازك أي مكان، حتى لو بتغير البطارية في جهازك، قبل ما تسوي الشيء اكتب www.apple.com apple.com. لو فتحت الموقع انزل تحت جهة اليمين يطلع لك اسم الدولة اللي انت فيها، يطلع بالعربي راح يطلع بداية تقريبا امريكا يونايتد ستيت، راح يطلع تحت. اذا طلع عندك يونايتد ستيت هناك اضغط عليها، طلع لك الصفحه الاولى، شوف الدول اللي انت فيها، فيها موزع اختار الدوله اللي انت فيها، اضغط عليها. بعدين راح حق الصيانه، في خيارات في الصيانه، اضغط على الايفون يطلع لك ايفون، كل شيء اضغط عليه يقول لك مبيعات ولا صيانه، اضغط على الصيانه. تبي تغير جهاز وحط العنوان حقك، يقول لك البريد الصندوق الرمز البريدي، ويجي لك المنطقة حقتك وطلع لك الموزعين كلهم حق أو إنه المعتمد حق الصين حقتهم كلهم الشركات. اختار الشركة اللي تبي تروح لها، وهذا خلاص أبل تقول لك هذا معتمد، وروح وغير بطاريتك عنده. أوكي؟ أو لجي تشتري شيء برضو نفس الحركة، بيجي لك خيارين بعدين في الصيانة، قلت لك في مبيعات ضغط عليه، تحط الرمز البريدي حقك وتروح حق المحل اللي هذا الجهاز انا عارف. طبعا ضغطت عليه بيقول لك جوال ولا لابتوب ولا شيء، لان الاجهزه ابل مثلا الجوال بيقول لك شركه اتصالات مثلا في دولتك، يقول لك شيء. هذا اتكلم اذا كان ما عندك ابل ستور في دولتك، تختاره وتروح تشتري من هذا الموزع اللي في موقع ابل قالت لك ابل احنا نعتمد لك، وهذا الجهاز اصلي من عندنا وتشتري. طبعا اكلمك الحين بيجي الاشخاص بيزوروني، طيب في العراق ما عندنا، مو بذنبي، تكلمنا قبل شهر كيف الناس يخلون الشركة يعني تتجه لهم، كيف تخلي الشركة نقول أوه هذه الدولة نحتاجها. لكن إذا كنت أنت تشتري كلها من برا، تشتري كلها من برا وما في موزع عندك، أو موزع واحد، قوي الموزع هذا وخلي الموزع هذا يطلب من الشركة الأم جيبي. في ناس يبون يشترون، لكنك إذا كنت أنت كلها تشتري من برا، فشوف أي دولة تشتري منها أبل راح تهتم فيها أكثر، لأن مبيعات تجي لها من ذي الدولة أكثر. أنت كذا ظلمت المبيعات عندك. فهذاك الحاجة حلو لأيو 16 مع الميزة، لكن لا تتوقع أن هذه الميزة راح تكون خلاص على طول. الصين راح تدور شيء وتسوي نفس ما سوت البطاريات، تكلمت لكم عنها قبل ليلتين تقريبا عن البطاريات، ليلتين ولا قبل ليلة ما أدري، المهم يومين اللي راحوا عن كيف البطاريات قاموا يأخذون سيري نمبر يحطون هناك. فالصين يفكرون بشيء واحد فقط، أن كيف نبوق الشيء اللي موجود هناك وناخذ بالضبط عنده، او ناخذ الشيء اللي مش اصلي وكيف نخليه داخل البراند نفس الاصلي. هذا اللي يفكرون فيه، بس هذا اللي عندهم بوكس عشان يفكرون فيه، وداخل الصندوق برضه ما طلعوا برا. السلام عليكم.